السلام عليكم ومرحبا بالجميع مع فيديو جديد. اقتراح اليوم هو سلطة منعشة مناسبة لفصل الصيف، صحية ومتكاملة. كتحضر بليبات أو المكرونة مع تشكيلة من الخضر، كتجي لذيذة بزاف، والأهم أنها كتوجد بسرعة. لهذه السلطة غادي نحتاجو الكمية من المكرونة أو المقارونية اللي سلقناها من قبل وخليناها تبرد. نضيفو لها الفلفلة بالألوان مختلفة، الخيار مقطع، مطيشة اللي سبق وزولنا لها الزريعة، كمية من الخس، الجزر أو لخيزو مقطع ومسلوق، الذرة المعلبة، خيار مخلل أو الكورنيشو، وشوية ديال البصلة. بالنسبة لكمية ديال المكونات اللي استعملناهم كتبقى على حسب الرغبة وحسب عدد الأفراد. ودابا نحضروا الصلصة اللي غادي نسمو بها السلطة. ناخذ شوية ديال الخل، نضيفوا ليه الملح، الفلفل الأسود على حسب الذوق، نخلطوهم شوية ونضيفوا ليهم زيت الزيتون. نخلطوا الكل جيدا حتى ينسجموا. نزيدوا هاد الصلصة على الخضر والمكرونة، ونخلطوا كاع المكونات مزيان. وباش تجي هاد السلطة غنية نضيفوا ليها قطع من البيض المسلوق، شوية من الزيتون كحل، ونزيدو ليهم كمية من الطون. وفي الأخير نزينو كل شي بشوية ديال المعدنوس مقطع. وهذه كتكون هي سلطة اليوم المفيدة وفي المنظر كتشهي. ممكن أننا نقدموها كوجبة خفيفة للعشاء أو لك مرافق لطبق رئيسي. كنتمنى أنكم تجربوها وإن شاء الله غادي تعجبكم. وبالصحة والراحة.